بعد تحويل الكثير من المستشفيات إلى أماكن للحجر الصحي في البصرة، استلمت دائرة صحة المحافظة مستشفى النفط ليكون المركز التخصصي لأمراض القلب والقسطرة. راح يقدم خدمة إلى كل أهالي البصرة، سواء الموظفين من شركة نفط البصرة أو أهل البصرة. تعرفون إحنا بالنسبة لنا خدمات القلب والمركز اللي موجود بصراحة هناك توسع كبير، حاجة إلى المواطنين كبيرة، وبالتالي إحنا كثير من المشاريع في البصرة معطلة، مثل المستشفى التركي، مثل المستشفى الجراحي الكويتي، مستشفيات أخرى. هذه المستشفى طبعاً إحنا كان عندنا تعاون وياهم من قبل سنين. تم الإسراع بتسليم هذه المستشفى، طبعاً هاي المستشفى تعتبر الآن أكبر مركز لجراحة القلب في المنطقة الجنوبية. هذه المستشفى تستوعب 100 سرير، 16 سرير عناية مركزة، 16 سرير للإنعاش، بالإضافة 3 صالات عمليات للقسطرة من أحدث الصالات على مستوى العراق، 3 صالات عمليات. الخطوة جاءت لضمان صحة المواطن البصري، إذ بتحول أغلب المستشفيات إلى وبائيات قد تواجه المحافظة عجزا في مواجهة الأمراض الأخرى. في الوقت اللي نحول بعض المستشفيات إلى ردهات وبائية، أيضا يجب أن لا نغفل أن نحول مستشفيات أخرى إلى مراكز تخصصية، يعني إجراء عمليات القلب لا يمكن تأجيلها، عمليات القلب للأطفال، عمليات القلب للكبار، إجراء القسطرة، هذه قضايا حرجة. تفشي الوباء وانتشاره وعدم انحساره أو وجود علاج أو لقاح له، بات على الجهات المعنية مواجهة الواقع والتأقلم للسير بعجلة الحياة نحو الأفضل. عمر الحرمي، العراقية الإخبارية، البصرة.